من قلبه العالم من قلبه العالم. السلام عليكم يا اخواني الكرام، تبارك الله عليكم، معكم جاني طومين جديد لي فان ديال اصدقاء ديال سمح لي غبرت عليكم. اليوم كنجيب واحد قصص جديده اللي وقعت في استراليا. المهم كما كنت قلت لكم هذه القصه اللي وقعت هنايا، يعني تصور انا دخلت لواحد المدينه في الاخر التسعينات، اي دخلت سمعت الروينه وقع. شنو هاد الروينه؟ قال لك يقتلوا بنادم كيعملوا في البرامل دلاسيد. هاد الناس هادو كانوا مختلين عقليا. هاد الناس كانوا في واحد البلاصه مسميها سناو تاون. سناو تاون هي مدينه الثلج. سناو تاون كانت تسمى واحد البنك قديم ما ساكن فيه حتى شي واحد، بنكه مهجوره. كانوا كيقتلوا بنادم في الطواليت، كيقطعوا بالماكينه وكيعملوا ديك البرامج لاسيد. هادشي كامل كيعملوا باش يتخلصوا الصوماج ديالو. ديك الساعات ما كاينش الكمبيوتر، كانوا كيتخلصوا الصوماج. اي واحد كيمشي كيدير لك الكارطه ديال البنكه، يدير لك الكود، كيمشي كيبقاو يتخلصوا لعباد الله. بون الناس ولات تختفى، والبوليس ديال استراليا ولاو كيقلبوا كيجبروا الناس. ملي كيشوفوا ديك الناس اللي كيختفاو كيجبروا بنادم مختفي ولكن البنكه ديال البنك خدامه، يعني فلوس كيخرجوا. اذا قال لك هادو ما قيل عاملين واحد الروايه وصافي. فاش عرف هاد الشيء هذا انا كامل القصه ديالي، تلاقيتهم في واحد السنج في استراليا هنايا، اختار السنج ديال مابلون، تما غيعاودوا لي القصه. هاد الناس هادو كانوا جوج بيهم، كان روبرت واغنا وجون بانتين. روبرت واغنا وجون بانتين كانوا اصدقاء، كانوا كيجيو لسولزبري واحد الحومه اخرى كيعمروا تما الناس المخدرات. هما كانوا مخلطين مع الناس المخدرات، ديك الناس اللي كيعملوا المخدرات، انت اللي كتعرف ندم حمق. بون كانوا كيمشيو يتلاقاو، كيمشيو كيتصاحبوا مع الناس، كانوا كيقتلوا المثليين بزاف، يعني مع كان عندهم واحد الهدف يقتلوا المثليين بزاف. بون بقاو كيقتلوا في الناس، البوليس كيقلبوا وكذا ورينا، وما عملوا الكاميرا في الكيشي، عملوا الكاميرا في الكيشي، هما جبروا روبرت واغنا هو اللي كيخرج فلوس. تما غتعمل واحد الضجه كبيره اللي هي ما عندها حتى شي، ما خلاش نوصفها لكم. بقى ديك روبرت واغنا كيخرج الفلوس، تبعوه جبروا عنده واحد الفورد، داك الفورد القديمه جبروها مباركيه قدام ديك الدار ديال ديك المراه اللي قتلو. هما شنو دارو؟ كيقتلو بنادم كيسيبوها في الفورد كيديوها عندك عندك البنكه. المهم نضت واحد الضجه كبيره، ما جبروهم مشيت الناس راه وصلت القتل حتى 30 واحد قتلو. الناس مريضه، الناس المرضى صاحبي، وانا كتعرف ما يجي الدوله كنقول لها ما يجي ندبر على شنو، كنجمع قتيله والذبيحه وبنادم كيذبح هذا والروينه. حتى كتسمع في الاخبار قال لك اخطر مدينه في العالم ديال القتل المسلسل هي مدينه ادلاد اللي فيها انا. ويلي جاني تو الاخر شي مشاكل، ما جين المشاكل. المهم بقينا هايدا كتعرف، بقاو كيقلبوا كيقلبوا حتى وصلوا لاخر ما كاين في الاجرام في استراليا، عرفتي؟ دخلوا لذاك البلاصه ديال ديك البنكه القديمه، جبروا البرامل عامرين بالاعضاء ديال البشر. هاد واقيلا حيوانات ماشي بشر صاحبي، كتعرف شنو يعملوا بنادم. ناس واحد الضجه عاوتاني، بقاو كيجمعوا القدر باليابس. من بعد القضيه غنمشيو فيها بزاف الناس كانوا معاهم. شوف بنادم كيفاش كيوصل. جبروا معاهم قضاء ديال التحقيق بالمحكمات، وجبروا معاهم ناس محاميين واساتذه مشاركين في هادشي هذا كامل اللي كيعيطوا له الطابو ديال كانيباليزم. هادو كانوا كيعملوا كانيباليزم، فهمتيني؟ كانوا عندهم الهدف يقطعوا بنادم. كاين واحد النوع ديال البشر خصو يدق، الا ما قتلش بنادم ما كيرتاحش. بون عطاهم اربعه ديال اللايف، اربعه ديال مدى الحياه. اربعه مدى الحياه يعني راه ما عمرك ما عادشوف الزنقه. وجبروا معاهم ناس بزاف مشاركين، روينه وقعت محكمه والعالم كامل جا، فهمتيني؟ يعني كانت واحد الفوضى عارمه هنا، يعني شي حاجه توقعوا هنايا راه انكرويابل اصاحبي، راه شي حاجه شفت انا هنايا راه عمري ما شفت في حياتي، في الافلام ما كنشوفهمش. هذه واحد القصه صغيره، وباقي ما جات قصص بزاف ديال طوني نيكاتو صابر كنان. لا بلوبار ديال القصص اللي وقعت هنا ديال الجرائم الكبرى هي القصص ديال
دي كي بويز اللي هما برادر فور ايفر، كانوا برادر فور لايف. هو واحد الجروب ديال لي بايكرز مواطر، هما عرب ومسلمين، داروا الجمعيه ديالهم ولاو كيتحموا في بنادم، فهمتي؟ ترونت سيدني، سيدني ترونت من غادي يشبروا اكبر واحد سي كاي، شبروه في سيدني، دخلوا للحبس ولا كيتاجر في المخدرات العالميه في وسط الحبس. الناس فليب اللحيه هنايا، حبس كامل كيخاف منه. ونهونوا الدنيا صاحبي، ما خلوا لا مافيا ما حتى واحد، ما ديك الجانج اللي كبارين في استراليا كامله قدامين عليهم ما كيقدروش على العرب، لان هي كيسمعك عربي كيخاف منك، كيقول هذا خانا هذا راه يقدر شي نهار يجي يقنبني ولا شي حاجه. يعني شفنا شي حاجه هنايا خطيره، يعني خلينا من ديك السيوف هاد المغرب وديك البلعه ديال الساطوره مقاده هنايا صاحبي، راه الخلعه الخاوه. لا بنادم كيكون جالس كتطلب طرطقات بومبا باق مشى، فهمتيني؟ هاد الناس هادو كاملين لا بليبار تلاقيتهم داخل السجون استراليا. شفت بزاف تلاقيت المغاربه في السجن هنايا اللي عندهم مؤبد، كاين اللي قتل مراته، قتل ولادو، كاين ديديكال لي سون تري دانجوروس اللي عملو المغاربه هنايا، وما كيهضر لهم حتى شي واحد. كاين المغاربه في الحبس ما عمروش عندهم شي واحد، يعني كاين بنادم اللي كيجي هنايا وما كيعرفش يتصرف، كيتخلط مع الناس اللي هما قباحين حتى كيصدق في المنتف، فهمتيني؟ باقي مازين كاين قصص بزاف كاينين، انا غبرت عليكم شويش، تبدا المستوى. غنبقاو حنا نهضروا هنايا على جلوطه وعبد السلام وكذا، ما هذا ما داكشي ماشي مستوى، فهمتي؟ خلينا نعاودوا لكم كيفاش عملت الدنيا هنايا، كيف كنعيشوا، شنو هي كيفاش عملت دخول استراليا، القصص ديال السجنيه اللي دوزت انا، الاكسبيريونس اللي دوزت مع الناس ديال لي بايكرز اللي هما صحابي من المطار. ماشي غير اجي ودخل معاهم ولا اجي وقول اسمعوا ولا اجي وتعمل فيديو معاهم، راه خصك تكون انومغ معاهم، باش تكون انومغ خصك تكون موب الاولاني، غير عونو ويبا قبلوا عليك، عاد كيعطي وقت التكريم ديالك اللي هو غادي يجيني السمنه اللي ما جاي ان شاء الله، الباتشز الاخرانيين ديال ديك الطوابع اللي كيعملوهم في اللوري هنايا ديال الجاكيطا، هما اللي كيتعطاو الاولانيين. وباقي ما جي كاين قصص حياه جاني طوف استراليا، حياتي مع البنات هنا كيفاش دوزتها، تكرفسة القمار، السكر العلني، الحباسات، فوضى العارمة في الزنقة، باش كنمشي فحال الغول هنا في المدينة، كنا كنمشيو 4-5 بينا في الزنقة، الديسكوتيكات كيخوي، كنا قباح، الصغر، والعقل ما كاينش، ولكن ما مشيناش طول وعرض، ربطنا الجام شويش. باش كتشوف باقي بصحه ديالنا، راه ربطنا الجام شويه، فهمتي؟ لا كون بقيت انا ماشي بالطريقه ديك، ما جانو نتوما كلشي، كاينه بزاف الناس قتلوهم هنايا، الناس اللي كانوا كيقولوا واعرين قتلوهم، الناس اللي كانت كتقول منا كتفرق شوماتيه، فهمتيني؟ وهاد انا كنعاودكم هادشي هذا باش ما تطيحوش في نفس الغلط اللي طاح فيه جانيتو ديال الغربه. الغربه كتبغي العقل، الغربه كتبغي الاطمئنان والثقة في النفس، ما كتبغيش انسان يمشي في مخدرات. كاين بزاف ديال المغاربه ما دخلوا في ديك البحر ديال المخدرات، وللاسف بزاف كاينين هنايا دخلوا في البحر ديال المخدرات الصلبه، يعني كيتبلى بنادم مخدرات ما كيبقى يعرف لا يمالا، واخا تموت يمام كيبقاش يقول لك صافي ماتت صافي، حيت هو البديلو كامله مع المخدرات. هذا واحد النصيحه للناس اللي في اوروبا في المهجر، حاول ما امكن تبعد المخدرات والمشاكل. خوتي الحباب سمحوا لي اليوم غير واحد الدردشه معاكم، باقي كاين الجديد، غادي نمشيو لحديقه الحيوان ان شاء الله، نوريكم لي نايت سيف ديال استراليا، غادي نخرجوا نسولوا الناس الزنقه على المغرب، غنبقى من واحد المحتوى. خليكم معنا دائما، معكم جانتل استراليا، ودائما ينعالبوا العالم، ينعالبوا العالم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.